أن يعلن اسم الفائزة بلقب عروس الربيع لهذا العام الآنسة وفاء حسني. معلش كان عندي اجتماع في الكليه. كان نفسي يشاركني اللحظه دي. انا دايما معاك يا وفاء، بس دلوقتي حواليك الناس والمصورين عاوزين يصوروك. يصورونا احنا الاثنين. وانا داخل ايه؟ انت عروس الحفل وانت العريس. معلش خليك انت براحتك. من غير ما نحتفل بالمناسبه دي؟ خليها بالليل، اصل الشله النهارده عامله لي حفله. انا ماليش دعوه بالشله، بتكلم عني وعنك انت بس. ما احنا دايما مع بعض يا حبيبي، بس النهارده في مناسبه ومش معقول ارفض تكريمهم ليا. ايه مالك؟ انت زعلت؟ اذا كانوا هم معتبرينك العروسه النهارده بس، فانت العروسه في قلبي من يوم ما عرفتك، واذا كانوا عايزين يكرموكي فانا مستعد انوب عنهم واكرمك كل يوم عشان خاطري. خبر، انت رغباتك اوامر. امال مكشر ليه؟ مش عارف، اعذريني يعني. انا حاسس ان الناس بتاخدك مني، دايما حواليك زيطه. مساء الخير يا رجاء. اهلا يا عصام. ايه مالك؟ لا تعبان شويه، انت عارفه جدول النهارده مسحوم بالمحاضرات. انت ايه اللي معاك لحد دلوقتي؟ مستنياك يا استاذ. انا ليه؟ ايه غريبه؟ في ايه بس؟ احنا بقالنا قد ايه دلوقتي ما رسمناش حاجه للمعرض؟ يا سلام عليك يا رجاء، هو ده اللي مضايقك؟ شويه مشاغل وبعدين هنفضل. لازم تكون خلصت دلوقتي 10 لوحات. انت خلصت ال10 بتوعك؟ طبعا، وبقالي اسبوع كمان. مين صعب بس ايه اللي ممكن يشغلك عن طموح؟ ده انت كنت شعلة طموح. بتحضر دراستك العليا، وبتحضر للبعثة، وبتخطط للمعرض اللي عايز تلف بيه العالم كله. ايه؟ جرى لك ايه؟ ابدا. بس وفاء اصلها قول كده بقى. لا مش زي ما انت فاهمة. وفاء عمرها ما تشغلني عن طموحي. بالعكس، هي دايما تقولي نفسي اكون فخوره بيك. بس واضح انها واخداك مننا اليومين دول. هي كمان بتقول كده. بتقول ايه؟ ان الكليه واخداني منها. ايه بتغير؟ موت. مش مني طبعا. ده كلام يا رجاء، دي بتحبك ومعجبه بشخصيتك جدا. وبعدين احنا زملاء واخوات وجيران في السكن من 15 سنه. سعيد معاها يا عصام. قوي قوي قوي. امال ايه المشكله؟ بفكر ان احنا نتجوز الاسبوع ده. يمكن ده يخليني استقر واتفرغ لشغلي.
ألف مبروك يا عصام. الله يبارك فيك. ما دام الموضوع كده بقى يبقى نأجل المعرض شوية لحد ما يخلص شهر العسل. عقبالك. أيوة يا فتحي، أخبارك إيه؟ المهم النتيجة. ها كويس أوي، برافو عليك. لا لا، ما تجيش من باريس لغاية ما تطمن على كل حاجة بنفسك. أنا مش عاوز أي خلل في المواعيد. يا أخي اتصرف، أنت عندك كارت بلانش، ما تستناش أي تعليمات مني. أنت اللي في الموقع وممكن تشوف المناسب إيه. أنت عارف طريقتي في الشغل، بحبش أسمع كلمة مستحيل أبدا، فاهم؟ مع السلامة. تقرير عملية المدينة الرياضية لسيادتك طلبته. قديم يا سيدي. ايه الكلام الفارغ ده؟ يا فندم المنافسة شديدة قوي، وبصراحة القسم الفني في الشركة خايف. خايف؟ اجمع لي مجلس الإدارة حالا. امتى يا فندم؟ بقول لك حالا، يبقى معناها ايه؟ حاضر. اهلا استاذ عصام. يا اهلا بيك جدي جو. اتفضل. السلام عليكم. اهلا حبيبي. انت دايما مشغول كده؟ عنك انت؟ لا، ما بحبش اجي اعطلك، لكن بتوحشني، اعمل ايه يا ولد؟ ما انت بتوحشني من زمان، انك ما كنتش بتيجي. يعني ما انت عارف بقى الحكايه، يعني ما فيها اليوم دي. ما هو في ناس سالين واخدك مني كده ولا ايه؟ وانت عارف. ايه سر الزياره الكريمه دي؟ وبعدين معاك يا جدي انا مش قد ذكائك يا ولد. قول بس عاوز ايه. عاوز اتجوز. تتجوز؟ طب ما تتجوز، حد عايشك؟ لا انا قصدي اهلي وفاء متاخرين قوي في حكايه الجهاز. طب عاوز نعمل لهم ايه؟ لا يعني احنا مش عايزين لا جهاز ولا حاجه، خير ربنا كتير والحمد لله، والفيلا جاهزه. يمكن هي مش عاوزه تعيش مع راجل عجوز زيي، عاوزه تحس انها عايشه في بيتها. على اي حال بسيطه، اختار لها احسن فيلا تعجبها وانا مستعد اشتريها لك. انت ازاي تقول كده؟ انا ما اقدرش ابعد عنك ابدا، انت كل اهلي، انت اللي فاضلي في الدنيا. يا حبيبي يا عصام، انت فاكر ان سهل عليا ان افتح عينيا الصبح ما الاقيكش معايا؟ لكن في سبيل سعادتك انا مستعد اعمل اي حاجه. طيب عاوزك تيجي معايا بقى الوالد وفاء، نتفق على ميعاد الجواز. انت خدت منهم ميعاد؟ لا، قلت اشوف حضرتك الاول. وحضرتك تحت امرك، اتصل بيهم وبلغت. طب ما نكلمهم من البيت، احنا مش هنروح بقى. لا انا اصلي عندي اجتماع مجلس اداره طارق النهارده، هنناقش فيه موضوع مهم. اهم مني؟ اهم مني؟ ما عنديش حاجه اهم منك في الدنيا. بس اصله يعني قرار فيه تحدي، وانت عارف لما يكون حاجه فيها تحدي بقى انا. عارف. ما دام حطيت دماغك في حاجه يبقى خلاص. بس مش هتاخر. لا لا لا، ساعتين بكتير. طيب السلام عليكم. مع السلامه. وليه لا؟ يعني تفتكر اني انفع للتمثيل؟ انا كنت في حفله النادي وشفت كل الهجوم، ولجنه التحكيم كانت موفقه فعلا في اختيارك. ايوه بس يعني الشغل. اهلا وسهلا. انا اسف يا فندم اللي جيت في غير معود، لكن خفت لحد يسبقني. يسبقك في ايه؟ خير؟ خير يا فندم، احنا عايزين نفوز بوجه جديد للسينما. مين؟ وفاء؟ وفاء تمثل؟ الله، وفيها ايه يا فندم؟ الفن رساله، ومعظم الفنانين النهارده من خريج المعاهد الفنيه العليا. بس وفاء ما درستش في اي معهد فني. والله الدراسه مش كل حاجه يا فندم، الموهبه. وش عرفك بقى ان عندها موهبه؟ نجرب يا فندم. ايوه بس ده لو كانت وفاء هتوافق من حيث المبدا على انها تمثل، مش كده ولا ايه يا وفاء؟ يعني اللي تشوفه يا بابا. ارجوكم ما ترفضوش العرض الا لما تفكروا كويس. ادي الكارت بتاعي وفيه نمره تليفوني. استاذن. اتفضل. على اذنك يا بوزيه. اتفضل. شكرا. مع السلامه. شكرا. ايه الحكاية يا وفاء؟ هي حصلت انك تفكري في التمثيل؟ هو انا اللي قلت له يجي يا بابا؟ ايوه بس كنت قاعدة ساكتة وتسمعي وانت مبسوطة. انا يا بابا؟ لا يا وفاء لا، صحيح انت بنتي الوحيدة
وما تعودتش ارفض لك اي طلب، انما ده بالذات لا. حضرتك بتكلمني زي ما اكون اديته كلمه ووافقت. كنت اتمنى ان الرفض يكون منك انت، وما تضطرينيش ان انا اللي ارفض. ده تلاقيها صامجه كويس عشان يجي يتفرج. اوعى تقول له يا بابا، احسن ده ما يصدق الي موضوع زي ده ويسلمني. لا يا ستي، انا ما احبش انك تخبي على خطيبك اي حاجه. الله، هو حصل حاجه عشان اخبيها ولا ما اخبيهاش؟ اهلا اهلا عصام. اهلا. مساء الخير يا عم. مساء النور يا ابني، اتفضل. مساء الخير يا وفاء. اهلا عصام. انا مضطر اسيبكم بقى عشان اراجع القضيه بتاعت بكره، عن اذنكم. لا انا كنت عايز حضرتك دقيقه واحده بس. خير يا ابني؟ جدي كان المفروض يجي معايا بس عنده اجتماع مجلس اداره. يا سيدي البيت بيته، شرف في اي وقت. في ايه يا عصام؟ لا ابدا، مفاجاه صغيره قد كده، ما تقلقيش. خير؟ بالنيابه عن جدي جاي استاذن سيادتك عشان نتجوز الاسبوع ده. انا يا سيدي مش متاخر، التاخير كله من النجارين، كل ما يدونا معاد يرجعوا تاني ياجلوه. خلاص يا فندم، نشتري الجهاز من اي محل. ايوه بس دول واخدين مبلغ كبير وخساره انه يضيع علينا. نتنازل لهم عن جزء منه. ولا قول لسيادتك خلي عن حضرتك خالص، انزل بكره انا ووفاء نشتري العفش من اي حته. انا عارف ان الجيب واحد، بس اديني فرصه اجهز بنتي بايدي، انا عندي كام وفاء. طب نتجوز عندنا في الفيلا لحد ما النجارين يخلصوا. وانت مستعجل كده ليه يا عصام؟ مستعجل؟ انا افتكرت انك هترحبي. ايوه بس مش لدرجه الكروات. هو انا هتجوز كام مره؟ هي مره واحده بس، وانا عايزاها زي ما بحلم بيها، عش صغير جميل وانت واقف على الباب وبتقولي اتفضلي وفاء. وانا مستعد انفذ ده فورا النهارده. ايوه بس خليها مثلا بعد اسبوعين. ليه؟ يعني اكون رجعت من السفر. انت نسيت الرحله اللي عاملاها الشركه؟ لا السفر لا، انا سبتك تشتركي في المسابقه لان حسيت اني نفسك في كده، وديكي بقيتي عروسه الربيع، كفايه. انا لازم اسافر. هو بكيفي؟ انت ناسي ان الشركه عامله كل المهرجان ده دعايه لنفسها، عايز يتخلى عنهم؟ ما تتعبيش نفسك، مفيش سفر يعني مفيش سفر. انت لسه برضو مش قادر تنسى الحكايه دي؟ ولما انت عارفه ليه بتلح عليا؟ انا لازم اسافر يا عصام، مضطره. لا 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 بابا، ما تتكلم يا بابا، هو المندوب مش جاي لحضرتك وحضرتك فات معاه؟ ايه؟ حضرتك وافقت؟ ايوه يا ابني، بس اصل الشركه انا اسف يا عمي، اسف. مع احترامي الشديد لاتفاقك معاهم، وفاء مش هتسافر. جرايه يا عصام. انت اللي جرايه. انت عمرك ما كنت معايا بالطريقه دي. موضوع السفر ده ما فيهوش نقاش. واذا سافرت يبقى كل اللي بينا انتهى. مساء الخير يا ماما. اتأخرتي كده ليه رجاء؟ وفيها ايه يعني لما اتأخر؟ ايه اللي فيها ايه لما تتأخري؟ كلام الناس. يا ماما انا مالي ومال كلام الناس بس. والله ما انا عارفه شكري ده عاجبه فيك ايه. شكري؟ انا مش قلت لك ان ابن خالتك جاي يتغدى معانا النهارده؟ الراجل قاعد يستناكي، لما الاكل اتأخرتي مشي. معلش يا ماما، انت الخير والبركه برضه، ربنا يخليكي ليا يا رب. ايوه يا اختي، بس ده مش جاي يقعد معايا انا، ده جاي يقعد معاكي انتي. معايا انا؟ ده حتى خطبك مني النهارده. ايه ده؟ وانا بقولك عشان تضحكي؟ انا يا ماما انا اتجوز؟ وليه لا يا بنتي؟ هو انت مش زي كل البنات؟ لا يا ستي مش زي كل البنات. مش انا اللي تفضل حاطه ايديها على خدها تستنى فارس الاحلام اللي يجي علشان يخطفها على حصان ابيض. يا ماما يا حبيبتي انا مش فاضيه للكلام ده دلوقتي، انا لازم افكر في مستقبلي، لازم افكر ازاي اعمل اسمي كفنانه كبيره يعترف بيها المجتمع، وبعدين بقى ابقى افكر في الكلام بتاعك ده كله. والله هو مجنون وانت اجن منه.
انت فين يا ساسار؟ وايه اللي عملته ده؟ خير يا جدي. ايه الازمه الغريبه اللي عملتها مع نسايبك؟ ارجوك يا جدي، انا ما احبش اكسفك ولا اكسر لك كلمه، عشان كده مش عاوزك تتدخل في الموضوع ده خالص. نعم، واسيبك تحط بمستقبلك؟ ازاي تقول لها اذا سافرتي يبقى كل اللي بينا انتهى؟ وفاء من ساعتها بتعيط واخده على خطرها منك قوي. غصب عني، كان لازم امنعها من السفر باي طريقه. انت هتفضل عايش في الوهم ده لحد امتى؟ وهم؟ بابا وماما يتخطفوا مني في لحظه واحده وتقول لي وهم؟ مقدر ومكتوب يا ابني. حوادث الطيارات بتحصل كتير، ومع ذلك كل يوم الناس بتسافر بالطيارات. هم احرار، لكن انا لغيت بند السفر من حياتي خالص ومن حياه كل اللي بحبهم. لا يا ابني، ده يبقى نقص في ايمانك بالله. الاعمار بيد الله، الاجل محدد بلحظه معينه، لا بيتاخر عنها ولا بيتقدم عنها. جدي جدي ارجوك، انا مش عاوز السفر يخطف مني كل اللي بحبهم. سميه وهم سميه خوف، المهم وفاء ما تسافرش. دي هي الامل اللي اتعلقت بيه بعد ما كانت الدنيا فضيت عليا، دي هي الخيط اللي ربطني بالحياه تاني. انت فاهم انك بتحميها لما تفضل رابطها جنبك كده على طول؟ مش ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ لا، ده انت فاهمها غلط. ومع ذلك ربنا بيقول برضو اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. صدق الله العظيم. لا يا ابني، خلي ايمانك بالله كبير. الواحد من غير ما يسافر ممكن يقابل ربه وهو ماشي على رجليه في الطريق، وهو نايم على فرشته في اوضته. يلا يا حبيبي، روح لخطيبتك. طيب خطرها زي ما حضرتك بتضغط عليا وتقنعني، ما تيجي حضرتك معايا وتقنعها انها ما تسافرش. هنرجع تاني؟ بالعكس بقى، انا عاوزها تسافر عشان تتخلص من الوهم اللي انت عايش فيه ده. وان شاء الله هترجع وهتتجوزوا وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. يلا يلا يا حبيبي. ميرسي يا عصام، انت ما تعرفش انا سعيده قد ايه انك وافقت على السفر. انا كنت فاهم اني محامي شاطر، لكن الاستاذ رفعت طلع اشطر مني، مش عارف ازاي قدر يقنعك. ومين قال لحضرتك اني مقتنع؟ عصام، انا بس ما هنش عليا ان وفاء تزعل. بس انا لسه زعلان. ليه؟ يهون عليك تقول ان اللي بينا انتهى؟ ازاي قدرت تنطقها؟ انا كنت فاكره ان اللي بينا اقوى من كده. هو كده فعلا، عشان كده ما كنتش عايز اغامر واضيعه في لحظه. ربنا يستر على كل حال. يا ساتر يا عصام، احنا مش اتفقنا تسيب التشاؤم ده وتضحك للدنيا؟ ارجوك نغير الموضوع لحسن ارجع في كلامي. لا ارجوك، انا ما صدقت انك وافقت على السفر. لا، انا لسه ليا شروط. تاني ده انت صعب قوي يا عصام. كفايه تاجيل بقى، اول ما ترجعني اتجوز على طول. حاضر. تاني يوم. حاضر. ومن دلوقتي نبتدي نجهز في كل حاجه، العفش والسجاد والستاير والصيني. حاضر. حتى في ستايل الفرح. Thank you.
بص عليك يا عصام، مكشر كده ليه؟ غصب عني وفاء، حاسس زي ما يكون حد بيسحب مني روحي. عشان خاطر خليني افتكر وشك دايما وهو بيضحك. انت ضحكتي يا وفاء، اذا كنت عاوزاها ترجع ارجعي بسرعه. يا حبيبي يا عصام، ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا. خدي بالك من نفسك يا وفاء، اوعديني. حاضر. وبعدين يا اولاد يلا يا وفاء، الباخره قربت تتحرك. يعني لازم تسافري تاني؟ اسمعي، كل يوم تبعتي لي تلغراف، فاهمه؟ حاضر. يلا بقى يا حبيبي، ده احسن هيشيلوا السلم. يلا مع السلامه يا بنتي. الله يسلمك يا بابا. مع السلامه. الله يسلمك يا عم. وفاء. ايوه يا عصام. مع السلامه. الله يسلمك. عصام؟ عصام؟ ايوه يا وفاء. اسف، في حاجه؟ رجاء. ايه يا استاذ، رحت فين؟ ده انت مش هنا خالص. ايه ده؟ ده كل اللي رسمته؟ مش قادر، ايدي واقفه النهارده. الله، ومال خطوطك مع ادى المره دي كده؟ وليه الالوان الغامقه دي؟ مش عارف، كملي انت يا رجاء وانا هبقى اكمل في وقت تاني. قد كده وحشاك وفاء؟ ده انا افتكرت ان السفاره هيدينا فرصه نخلص بقيه لوحات المعرض. واحنا مستعجلين على ايه؟ انا بقى اللي مستعجله، لسه اشوف الفكره المجنونه بتاعتنا دي هتوصلنا لحد فين. معلش، البيت بيتك، كملي رسمي زي ما انت عاوزه، انا هخش جوه استريح. يا ساتر، على الله بكون شهية. يا دي المصيبة، هي نفس الباخرة اللي سافر عليها وفاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. عثمان، عثمان. أيوة يا حبيبي. خد الجرايد دي بسرعة، خبيها قبل عصام بينزل. أيوة، بس ده أول ما بينزل بيطلبها يا بيه. ايوه معلش، قول له، قول له لسه ما جاتش، بسرعه قبل ما ينزل. يلا صباح الخير يا جدي. صباح الخير يا حبيبي. عثمان، يا عثمان هات الجرايد. مستعجل على الجرايد ليه؟ مش تفطر الاول؟ ما انا لما ما قريتهاش دلوقتي ما بعرفش اقراها طول النهار. الجرائد ما جاتش النهارده يا استاذ عصام. غريبه، اشمعنى؟ يمكن الراجل عيان ولا حاجه. طيب هات لي شويه شاي لاني ماليش نفس افطر النهارده. حاضر. ليه؟ تعبان يا حبيبي؟ انت هتفضل تدلعني كده يا جدي؟ هفضل ادلعك لحد ما تتجوز وتخلف. ادلعك وادلع ابن ابنك كمان. ده زكاة لعمر. ربنا يديك طول العمر ويخليك وما يحرمنيش منك ابدا. طيب اقوم اروح المكتب. طيب مش عاوز حاجه؟ لا متشكر. ما تفوت عليا النهارده في المكتب. ليه؟ ابدا، اشوفك. ايه رايك نتغدى سوا هناك؟ لا ما افتكرش، اصل النهارده هتاخر شويه في الكليه، ما تقلقش عليا بقى. طيب عن اذنك، مع السلامه. شيل ده معاك. الو،
دكتور فوزي، انا رفعت، ممكن اشوفك دلوقتي؟ ايوه هنا في المكتب عندي. لا ارجوك سيب كل اللي في ايدك وتعالى لي فورا عشان خاطري انا. انا منتظرك. مع السلامه. خير؟ ايوه فندم. عاوزك تروح اسكندريه دلوقتي حالا. حاضر. تروح شركه البواخر دي، اسال لي على الباخره نجمه البحار واتصل بيها بالتليفون. حاضر يا فندم. وتخليك هناك تابع الموقف، ما تجيش لما اقول لك تعالى. طب واسال عن ايه هناك؟ يا بني ادم انت ما قريتش جرايد النهارده؟ لا يا فندم. بهدي الباخره اللي غرقت غرب ايطاليا امبارح. طب واحنا لينا حد في المركب دي؟ ايوه واحده قريبتنا اسمها وفاء حسني. ان شاء الله تكون سليمه يا فندم. طب يلا يلا. حاضر. ما تضيعش وقت. يلا. حاضر. ربنا يستر. ربنا يجيب العوائد سليمه يا رب. يا رب. ربنا يستر. ربنا يستر. عصام مالك يا عصام؟ قلبي مقبوض. ليه؟ مش عارف، حاسس ان انا مخنوق. ولا ده عشان وفاء؟ دي ما بقالهاش 5 أيام مسافرة. ما كانش لازم اسيبها تسافر ابدا. انا ما كنتش اعرف انك عاطفي قوي كده. لا الحكايه مش كده، اصل مش هتقدري تفهميني. عصام عصام خير يا عم؟ ما عندكش اخبار يا ابني؟ اخبار عن ايه؟ عن وفاء. مالها؟ اتكلم ارجوك. مركب غرقت يا عصام، غرقت. عصام معرض لكارثة. يا ساتر ليه؟ انت عارف الأزمة اللي حصلت له بعد وفاة أبوه وأمه؟ ياه ربنا ما يعيدها تاني. الظاهر إنها هترجع تاني. ليه؟ الباخرة اللي سافرت عليها خطيبته وفاء الأسبوع اللي فات غرقت. يا ساتر يا رب. هي دي الباخرة اللي قرينا عنها النهاردة الصبح في الجرايد؟ أيوه. مش عارف أقول له الخبر إزاي. أنت وقفت جنبه في الأزمة اللي فاتت، أرجوك تقف جنبه دلوقتي. مش جايز تكون سليمة بإذن الله ويكونوا قدروا ينقذوا حد من الركاب؟ على أي حال أنا بعت واحد اسكندرية من بدري ومنتظر منه تليفون، بس المشكلة أقول لعصام إيه دلوقتي؟ ألو؟ مين؟ رجاء؟ أيوة رجاء. في إيه؟ إيه؟ طيب 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 لا كتر خيرك، شكرا. خير هو ده اللي كنت خايف منه. أصر عرف. وهو فين دلوقتي؟ أصر انه يسافر مع والدها اسكندرية. ألو؟ أيوة يا خيري. عملت إيه؟ جيت الإغراب بأسماء الناس اللي قدروا ينقذوهم يا رفعت بيه. أنت متأكد؟ في حد تم إنقاذه؟ هما مين اللي بيقولوا؟ حصل ولا ما حصلش؟ اسمع. خليك عندك ما تتحركش. بقولك ايه، يمكن عصام يخش عليك دلوقتي في الشركة. خليك جنبه ما تسيبوش ولا لحظة. مع السلامة. يبقى في امل يا رفعت بيه. ربنا يسمع منك يا دكتور. الأسماء لسه ما وصلتش، إنما عملية الإنقاذ لسه مستمرة.
وسفن الانقاذ بتضيفوا منطقه الحدث كله. الحمد لله. الاسماء خير يا عصام، لقيتوها؟ اتكلم يا ابني. من فضلك مفيش اسماء تانية؟ الاسماء اللي بتوصل يا فندم بنعلقها على طول. ايوه يعني ينتظر وصول اسماء تانية؟ ربنا كريم، لما بيحصل حادث كبير زي ده الموت بياخد الركاب هنا وهناك، والبحث عنهم مش مهمة سهلة. عصام خير يا ابني؟ وصلت الحاجة؟ وفاء، اسم وفاء اهو. ده كشف المفقودين. يعني ايه؟ يعني دول لسه ما يعرفوش عنهم حاجه. يعني وفاء عايشه ولا مش عايشه؟ انطقوا، اتكلموا. تعال يا أنا مش بنقول من هنا لما أعرف وفاء راحت فين. يا ريتني سمعت كلامك يا ابني، قلبك كان حاسس. بعدين معاك يا أستاذ حسن، ما دام عمليات الإنقاذ مستمرة يبقى لسه في أمل. هيلاقوهم يا جدي مش كده؟ ربنا كريم يا ابني، هيلاقوهم هيلاقوهم. مسكين يا عصام يا ابني، والله يا رجاء عصام ده صعبان عليا قوي. من ساعة ما رجع من اسكندرية وهو هيتجنن، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيكلم حد. لو كان الوقت بدري يا بنتي كنا لبسنا ورحنا لهم، دول ونعم الجيران. كلنا يا ماما عايزينه أقف جنبه، لكن المشكلة مش عارفين نعمل له إيه. ربنا يلهمه النسيان ويصبره يا بنتي. يا ريت. النسيان راح، لكن ده مش عايز يسمع من حد غير كلمة واحدة بس، إن وفاء أنقذوها وإنها هترجع. مسكين يا عصام يا ابني. يا ابني يا حبيبي، هتفضل حابس نفسك في اوضتك لحد امتى؟ سلم امرك لله، عليه العوض ومنه العوض. يعني ايه؟ ماتت؟ مش ممكن، مش ممكن يا حبيبي. الموت حق علينا كلنا. مش ممكن القدر يضربني مرتين في اللي بحبهم. يا ابني ما تفرش بالله. اسكت، انت المسؤول. الله يسامحك يا عصام. يا حبيبي انا عاوزك، انت السبب. انا ما كنتش عاوزها تسافر،
ليه ضغطت عليا؟ ليه؟ أنا آسف يا ابني، يا ريت في إيدي حاجة أقدر أعملها. وفاء هترجع يا جدي مش كده؟ يا حبيبي أنا مش عاوزك تتعلق بأوهام وتعذب نفسك بيها. لازم يلاقوها، لازم. وفاء هترجع، أنا قلبي حاسس بكده. طيب تعال معايا، بلاش تقعد لوحدك، لو قعدت لوحدك هيجرالك حاجة. لا سيبني لوحدي. خص عليك يا عصام، مش عاوزك ترجع إلا معاك كلمة واحدة. وفاء رجعت. شد حيلك أموال، أنت راجل مؤمن. كان عندي أمل إنهم حيلاقوها. إيه ده؟ مكتوب النهارده في الجورنال إنهم لقوا 2 من المفقودين. وبعدين؟ اتصلت للشركة في اسكندرية، لكن للأسف عندهمش أي بيانات تانية. لكن محاولات البحث شغالة. وإيه الفايدة يا أستاذ رفعت؟ إيه الفايدة؟ لو كانوا حيلاقوها كانوا لقوها. خبيت الجرنان عن والدتها، مسكينة حالتها صعبة قوي، مش عايزها تتعلق بأمل كاذب. شد حيلك يا حسني بيه. استأذن. تشكر، تشكر قوي. تسمح لي بالجرنان ده؟ اتفضل. اتفضل يا دكتور فوزي. اتفضل. خليك انت مستريح يا حسني بيه. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. المصاب مصابنا احنا الاثنين، ربنا يصبرنا. اشكر. مع السلامه. مع السلامه. استاذ رفعت، انت ايه اللي خلاك تاخد الجورنال ده؟ استاذ رفعت، انت بتخبي عليا ليه؟ واخبي عليك ليه؟ ناوي تورق الجورنال ده يا عصام؟ وليه لا؟ ليه لا؟ المشاكل كان في محل. دي مغامرة أنا مش مرضي عليها أبدا. أنت بكده بتدي أمل يا عصام. وعصام محتاج للأمل. بالعكس، عصام محتاج لليأس، يحزن على وفاء فترة وبعدين ينسى بالتدريج. ربنا بيقدر وفي نفس الوقت بيلطف، وأعظم نعمة لها للإنسان هي نسيانه. لكن عصام رافض إنه ينسى. رافض أساسا إنه ينسى إنها ماتت. لا بياكل ولا بيشرب ولا حتى بيخرج من اوضته. نسيبه كده ولا الامل ده برضه مجازفه كبيره، والياس مجازفه اكبر. مجازفه اكيد. انا عارف عصام كويس. انت ناسي عمل ايه بعد موت ابوه؟ المره دي حالته اصعب. ولو برضه انا من رايي ان احنا نشوف حل تاني غير الامل الكاذب ده. ايه هو؟ من دلوقتي ما اعرفش. يبقى خلاص. رفعت بيه، حضرتك برضه هتسيب الاستاذ عصام النهارده من غير فطار؟ طلعوا الفطار في اوضته يا عثمان، يمكن ربنا يهديه النهارده. واشمعنى النهارده؟ اهو جربوا بس. حاضر. رفعت بيه، رفعت بيه. ايه في ايه؟ الاستاذ عصام نازل. نازل؟
صباح الخير يا جدي. صباح الخير يا حبيبي. امال فين الفطار يا عثمان؟ حالا حالا يا بيه. انتصر على نفسك، كنت واثقة من إرادتك القوية وإمامك بالله. متشكر قوي يا رجاء. ما تتعبش نفسك، أنا مستعد أفضل آخد محاضراتك كده على طول. بالعكس أنا عايز أشتغل كتير. برافو يا عصام، أهو ده اللي هيخليك تقدر تنسى فعلا. أنسى؟ أنسى إيه؟ لسه عندك أمل. وفاء راجعة يا رجاء، أنا متأكد. المهم إنك ترجع لقوتك ولوحاتك. المهم إنك ترجع تضحك تاني يا عصام. صباح الخير. اهلا دكتور فوزي، خطوه عزيزه. الله يخليك. الحقيقه انا كنت هنا في العماره، قلت افوت عليك اطمن على عصام. الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ تقدر تقول عليه بقى طبيعي خالص. غريبه. ايه الحكايه؟ غريبه ليه؟ الموضوع فات عليه يجي شهر، لا هو بيتكلم فيه ولا احنا بنتكلم فيه. ده حتى بدأ يرجع شعلة نشاط تاني. غريبة. ايه الحكاية؟ ما تفهمني. الهدوء ده مخوفني. ليه؟ عامل زي الهدوء اللي بيسبق العاصفة زي ما بيقولوا. انت هتخوفني ليه؟ ازاي عصام قادر يقنع نفسه لحد دلوقتي انها راجعة؟ ازاي؟ ما اعرفش. لو كان يأس من رجوعها، لو كان اعتبرها ماتت وانتهى الأمر، كان ممكن أقول لك إنه نسي. لكن اللي أنا شايفه دلوقتي الشيء غريب يخوف، كأننا واقفين فوق سطح بركان هادي من الظاهر، لكن ما نعرفش هينفجر إمتى. مساء الخير يا عم. اهلا. مساء النور. اتفضل. ايه حضرتك مسافر؟ ايوه رايح الكويت. عرب؟ ايوه. الموضوع ده كان معروض عليا من زمان وكنت باجله، لما دلوقتي لازم اسافر. ليه؟ مش قادر يا عصام، مش قادر. كل حاجه في البيت تفكرني بيها، مش قادر استحمل. وفاء راجع يا عمي، راجع. هذه كل المده الكبيره دي. ايوه. امل سكينه بتذبحني. بالعكس، الامل هو الاشياء اللي انا متعلق بيها، ومن غير اضيع اغرق. غريبة. وعصام لسه ما صحيش؟ لسه يا بيه. طيب
سيب اللي في ايدك واطلع صحيه بسرعه عشان يروح شغله. عصام بيه، لا مؤاخذة يا عصام بيه، أنا افتكرت حضرتك لسه نايم، البيت كبير مستني حضرتك تحت. عصام بيه، أنا حضرتك قول لي جدي يفطر، أنا مش نازل. تقصد يعني حضرتك مش هتنزل دلوقتي؟ يعني حضرتك مش رايح الشغل خالص؟ بيقول لحضرتك افطر حضرتك، هو مش نازل. مش نازل ليه؟ معرفش. مش هيفطر؟ مش عارف. غريب، مش هيروح شغل النهارده؟ معرفش. وانت كل حاجه عندك اسمها معرفش. ما كنت طالع تعمل ايه يا فالح؟ هو بيديني فرصه، ده كويس انه رد عليا النهارده، وكل الكلام اللي قاله لي قلته لحضرتك كلمه كلمه. طب اطلع اشوفه بنفسك. صباح الخير يا سعصام. ايه الحكايه؟ انا كنت حاولت الناموسية كحلي، لان عثمان قال انك انت صاحي من بدري. قاعد في السير ليه؟ مكسل ولا تعبان يا حبيبي؟ أنا مش رايح الكلية. ليه؟ خدت أجازة؟ أجازة على طول. يعني مش فاهم. قدمت استقالتي.